حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال مصرف الرافدين إن الحسابات المفتوحة لإيداع أموال المواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات بلغت 5247 حساب توفير وجار بالدينار والدولار إضافة إلى حسابات الودائع. وبحسب المصرف فقد وصل عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى في أيلول الماضي إلى حسابات جارية بالدينار والدولار، في حين بلغت حسابات التوفير المفتوحة للمواطنين 2256 حسابا بالدينار والدولار، بالإضافة إلى عدد حسابات الودائع التي بلغت 287 وديعة. سجل استهلاك العراق من الغاز الطبيعي انخفاضاً بأكثر من 7% خلال عام 2021، وبحسب شركة بريتش بتروليوم البريطانية للطاقة فإن العراق استهلك من الغاز الطبيعي خلال عام 2021 مقدار 17 مليار متر مكعب، منخفضاً عن عام 2020 بنسبة 7.3%، حيث كان استهلاكه بمقدار 18 مليار ونصف المليار متر مكعب، منخفضاً أيضاً بنسبة 11% عن عام 2019 عندما كان استهلاكه من الغاز يقدر بنحو 19 مليار متر مكعب. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام في منفذ زرباطية. وقالت الهيئة إن مديرية منفذ زرباطية الحدودي تمكنت من ضبط سيارة خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومعدة للتهريب، وأنه تبين وجود تلاعب في وصف مادة غير مذكورة بكتاب الإعفاء يعتبر تغييراً في وصف البضاعة للتهريب أو للتهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية ويتسبب بهدر بالمال العام. توقعت وكالة بلومبرغ تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى متوسط 24 جنيها قبيل إتمام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وصل إلى مراحله النهائية، ويبلغ سعر صرف الدولار حاليا قرابة 19 جنيها مقارنة مع 15 جنيها قبيل الحرب الروسية الأوكرانية. وتواجه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية نتج عنه إجراءات وقيود بشأن تخارج الدولار من الأسواق المحلية. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة مع دعم ضعف الدولار الأمريكي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 92 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو نصف العشر بالمئة إلى 85 دولارا و91 سنتا للبرميل الواحد. هذا وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 82 عشرا بالمئة، ما يجعل النفط أرخص للمشترين غير الأمريكيين. بدأت النقابات العمالية في فرنسا إضرابا عاما للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات في البلاد. يعتبر الإضراب امتدادا لإضراب مستمر منذ أسابيع عطل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود. ويأمل زعماء النقابات العمالية أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة
إجبار بعضهم على العودة إلى العمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود، وهي خطوة يقول البعض إنها تعرض الحق في الإضراب للخطر. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار العملات والمعادن. نهاية الموجز بأمان الله.